توعدت كوريا الشمالية بأقصى رد على أي عمل عسكري أمريكي بعد حديث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مؤخرا عن نشر المزيد من الأصول الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية لضمان التزامها الأمنية. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن الولايات المتحدة تقود الوضع الأمني في شبه الجزيرة نحو خطر واسع، تسعى لإثارة مزيد من التوترات مع شبه الجزيرة الكورية في ترسانة حربية ضخمة، مؤكدة أن بيونغ يانغ سترد على أساس مبدأ السلاح النووي مقابل السلاح النووي والمواجهة الشاملة في مواجهة المواجهة الشاملة.